صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في حلقاتنا بنتطرق المواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. بس قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب في فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، وفي الإخراج نمر محمد، صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. مستمعينا ذكركم برقم التواصل 6005-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 6004. حياكم الله ويانا. الرسائل 4006. حياكم الله. طبعا مثل كل مرة، طبعا مداخلاتكم واستفساراتكم طبعا تضيف الكثير والكثير للبرنامج. طبعا هالبرنامج موجه لكل فئات المجتمع في دولة الإمارات، وخاصة أن برنامج صحي وطبي ويهتم بجميع التخصصات الطبية كذلك. مستمعينا مثل ما عودناكم في فقراتنا نبتدي بالخبر المحلي أو العالمي، والخبر اليوم يقول اكتشاف السبب الرئيسي للإصابة بالتصلب الوجهي. أفادت دراسة جديدة أجراها باحثون أمريكيون أن التصلب اللويحي ينتج على الأرجح من فيروس إبستيان بار فيروس، وهي المرة الأولى اللي يتم فيها تحديد مسببات هذا المرض الذي يصيب جهاز المناعة. وهذا المرض مستمعينا يصيب الجهاز العصبي بالأخص، ويعطي هالاكتشاف أملا في إمكانية التوصل إلى علاج مستقبلي يتيح الشفاء من هذا المرض الذي يصيب نحو 2.8 مليون شخص في العالم. وأظهرت الدراسة اللي نشرت مؤخرا في مجلة ساينس أن وجود هذا الفيروس شرط ضروري للإصابة بمرض التصلب اللويحي، ولكن لا يصاب جميع الأشخاص الذين يحملون فيروس هذا المرض. وقال معد الدراسة والأستاذ في علم الأوبئة في كلية هارفارد للصحة العامة ألبرتو أشيريو أن هذه الدراسة هي الأولى التي تقدم دليلا مقنعا على العلاقة السببية، مضيفا أن نتائجها تشكل خطوة مهمة لأنها تشير إلى أن معظم حالات التصلب اللويحي يمكن الوقاية منها من خلال وقف عدوى فيروس إبستيان بار فيروس. وأظهرت الدراسة أن خطر الإصابة بالتصلب اللويحي كان يزيد 32 مرة في حال الإصابة بفيروس إبستيان بار فيروس، في حين لم تكن تسجل أي زيادة في الخطر بعد الإصابة بفيروسات أخرى. ونشر كذلك باحثون من جامعة ستانفورد تعليقا على الدراسة في مجلة ساينس، معتبرين أن عوامل أخرى منها وراثية يمكن أن تلعب دورا في الإصابة بالمرض أو عدم الإصابة به. ويعتبر التصلب المتعدد من أمراض المناعة الذاتية للجهاز العصبي المركزي اللي هو الدماغ والنخاع الشوكي، ويتسبب بخلل في جهاز المناعة اللي يهاجم الميلانين، وهي مادة دهنية تحمي الألياف العصبية. ويتطور هالمرض من خلال نوبات، وتختلف الإصابة به من شخص إلى آخر، لكن يمكن أن يؤدي إلى أثار خطيرة، ويعتبر أحد الأسباب الشائعة للإعاقة عند الشباب. هذا بالنسبة لي خبرنا اليوم. وطبعا الأبحاث العلمية كل يوم، أو المجال الطبي أو العلمي في كل يوم، يعني في أشياء جديدة وأشياء متطورة بشكل يومي، وهذا الشيء يعطي هذا الطابع أو هذا القسم سواء الطبي أو العلمي
يعطيه تحديات ويعطيه شوية يعني مثل ما نقول أن الشخص يكتشف يوم بعد يوم في أشياء جديدة في هذا المجال. يمكن يكون كتحديات كذلك للناس اللي تشتغل في هذا المجال، بس هذه التحديات بعد لها طابع خاص أن تخلي الواحد يبحث يوم بعد يوم، ما يخلي الأشياء ويعتمد على الأشياء السابقة. يعرف أن العلم في تطور، وحتى الأدوية حتى الأشياء المتعلقة بالأمراض في تطور بشكل يومي، وتسهل كذلك على المرضى مستقبلا كذلك، سواء من ناحية العلاج أو كذلك للتشخيص المرضي. ننتقل لفقرة السوشيال ميديا مستمعينا، ومثل ما عودناكم كل يوم أن فقرة السوشيال ميديا، وبنتحدث عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المواضيع المتداولة فيها، سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. ويانا زميلتنا أسماء الجناحي، صبحكم الله بالنور والسرور دكتور، عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صباحك نور وسرور أسماء، إيش حالك أسماء؟ تمام الحمد لله دكتورة. بناخذكم جولة في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن البارح كنا مشاركين مجموعة من النصائح المهمة. من ضمن النصائح اللي حطيناها، نحن عندنا وسم اسمه بياناتك مسؤولية. ليش بياناتك مسؤولية؟ لأن هي مسؤولية الشخص نفسه في الحفاظ على بياناته. صحيح. وكانت نصيحتنا يوم أن لا تقم بمشاركة معلوماتك الطبية وبياناتك الشخصية عبر قنوات التواصل الاجتماعي. أحيانا نلاحظ أن بعض الأشخاص يحطون تقاريرهم الطبية، ما بتقارير مثل الريزلت مالته، ينسى مثلا يحط بطاقة التطعيم، ينسى يشيل بيانات البطاقة أو البيانات تحتوي على MSID، تحتوي على بياناتك الشخصية، وتعتبر البيانات وايد مهمة، لأن هاي البيانات يعني ممكن تزيد نسب الاختلاطات والاختراقات. عشان في نحن حماية لهم حطينا مجموعة من النصائح، لكن حطها بشكل مستمر في وسم بياناتك مسؤولية. فإذا بيدخلون الوسم بيشوفون مجموعة كبيرة من النصائح. وليش ليش البيانات الطبية مهمة؟ أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها، كيف ممكن أن الشخص يحمي نفسه من COVID-19؟ نحن قلنا دائما نقول في كمام متباعد الجسدي وأيضا غسل يدي، لكن مهم أيضا الحصول على الجرعة الداعمة من لقاح فايزر، لقاح COVID-19 بشكل عام، من خلال المراكز الموزعة في هيئة الصحة أو في هيئة الصحة الدبي أو في إمارة دبي. أيضا في القطاع الخاص متوفر اللقاح، نشجعهم أنهم يأخذون الجرعة، ويمكن يحجزون موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي واختيار المركز اللي يتوفر فيه الموعد. أيضا الأشخاص اللي ما أخذوا ولا جرعة، ننصحهم بأسرع وقت ممكن أن يأخذون التطعيم. صحيح، وهي نقطة جدا مهمة كذلك أسمع أنك ذكرتيها، يعني هذه واحدة من أسباب الوقاية وسبب جدا مهم كذلك للوقاية. وأيضا حماية، يعني حكينا حاطين قبل فترة دكتورة ليش نحن لازم نأخذ الجرعة الداعمة وليش هالأشياء وايد مهمة، لعدة أسباب. أول شيء تعزز رقدة المناعة. صحيح. ثاني شيء تقلل من خطر الإصابة بإعاضة شديدة، يعني حقا الواحد ما ينصاب، لكن فرق لما واحد يكون موجود في سرير في مستشفى وبين هو قاعد في البيت وأعراضه جدا خفيفة أو بدون أعراض. يعني صحيح، يعني في فرق كبير بين الاثنين. صحيح، وايد دائما نشجع الناس تاخذون اللقاح. صحيح، وهذا حتى لاحظناه في الناس اللي ماخذ الجرعات. في ناس يمكن تقولك أنا ما أخذت الجرعات أو التطعيمات وصابني، وفي ناس ثاني خذت التطعيم وصابها، بس في فرق كبير بين حتى الأعراض. يعني اللي عندهم اللي ماخذ التطعيم بيلاحظ الأعراض جدا خفيفة أو لا تذكر، بس اللي ما ماخذنا أوردي أعراض تكون شوية أكثر. صحيح، ونختمها برسالتنا الإيجابية لليوم. نعم، وهذه المهمة هذه ننتظرها من زمان. رسالتنا اليوم تقول: قد لا تسير الأمور كما خططت لها، ولكن لا تجعل ذلك يحد من عزيمتك، بل اجعله فرصة للتحسين والتطوير. دائما الأشخاص يخططون وما يعني ما يمشي الموضوع
على الخطة. صحيح. اللي ينتكس واللي يقول ليش واللي يقول خلاص ما في فايدة، لكن لا تخلي هالأشياء توقف عقبة، لأن يعني ساعات يقول ساعات انتكس وشيء يدعي الله فيه خيرا كثيرا. صحيح. الواحد ما يدري، لكن أيضا الواحد يحاول يسعى ويغير الطرق. يعني انت يعني اذا ما نفعت الطريقه ما له داعي تعيدها 15 مره. صحيح، يغير الطريقه لانه يوصل للهدف. لان معظم الاحيان نتبع نفس الطريقه عشان نوصل للشيء اللي نباه او الهدف اللي نباه، ويعني ويوم ما نوصل نرد المره الثانيه، نرد المره الثالثه، عقب نقول لا ما يفيد، لا انا ما انفع في هالشيء. بس ما جد افتكرنا الطريقه اللي انا اسلكها صحيحه في هالشيء، ولا احتمال احتاج طريقه ثانيه. تغيير الطرق دكتوره مو موضوع سهل، يعني صح. التغيير صعب، واصعب شيء في التغيير ان الانسان نفسه او الجسم نفسه يتعود على هالتغيير. فهاي طريقة تفكير، يعني هاي طريقة عمل الدماغ اللي نتحول تحقيه. فشفتي نحن دائما نقول الواحد التغيير يكون تدريجي. صحيح. بيكون أفضل من إنه هو يحاول مرة واحدة وينتكس يرجع مرة ثانية. يعني نحن دائما نقول تيتي متى ما راح تجيتي. نتمنى لكم الصحة والسعادة. نتمنى لك الصحة والسعادة. أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي بالإنابة، شكرا لك. مستمعينا، هذه كانت فقرتنا بخصوص السوشيال ميديا، ومثل ما ذكرت أسماء في الهاشتاك بخصوص بياناتك مسؤولية، حتى البيانات الطبية أو رقم البطاقة الصحية، ترى يعني كلها يعني هذه المعلومات جدا مهمة، وهذا واجب كل شخص أن يحمي نفسه كذلك بحماية بيانات الشخصية، اللي يعني كل واحد يحمي بيانات الشخصية. معظم الناس يمكن في أمن الناس بتصور وبتحط نتائجه، بس تمسح الأشياء اللي تنذكر، سواء الاسم، سواء رقم البطاقة الصحية، سواء رقم الهوية، رقم الجواز، رقم الهاتف كذلك، لأن في ناس كثيرة يمكن تستقل هذا الشيء لأشياء ثانية كذلك، وتكون مب لمصلحة الشخص نفسه. مستمعينا، هذه بالنسبة لفقرتنا الأولى، نطلع فاصل ونرجع لكم إن شاء الله نكمل فقراتنا الثانية والثالثة كذلك. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا مستمعينا. الحين بدينا بفقرتنا الثانية، وطبعا مثل ما عودناكم الفقرة الثانية تكون فقرتنا التقذوية، اللي نتطرق فيها لمواضيع تهمكم ومواضيع شيقة في كل حلقة من حلقاتنا في برنامج صحة وسعادة. اليوم بنتكلم عن خسارة الوزن والحمية الغذائية المناسبة، طبعا بشكل عام عن الحميات الغذائية. طبعا في أنواع كثيرة منها، وفي أنواع تناسب أشخاص، وطبعا هذه الحميات الغرض منها خسارة الوزن. وطبعا قبل ما نبتدي بهذه الحميات، أهمية استشارة اختصاصية التغذية هذا جدا مهم قبل ما نبتدي بأي حمية، سواء كانت حمية حد جربها أو حمية مختلفة. سبحان الله، كل جسم يختلف عن الثاني، كل شخص يمكن عنده أمراض معينة أو عنده نقص في فيتامينات معينة أو عنده أسباب معينة تختلف عن الأسباب اللي عند الأشخاص الثانيين اللي مشت وياهم الحمية، يعني حمية معينة خاصة عشان خسارة الوزن. وطبعا اليوم بنتطرق لهذا الموضوع مع الأستاذة فاطمة الخروصي، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذة فاطمة. الله يصبحكم بالنور والسرور. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحفظك. أستاذة فاطمة، طبعا موضوعنا اليوم جدا مهم، وهو خسارة الوزن والحمية الغذائية المناسبة. احنا عارفين ان هذا يعني معظم يعني يمكن المراجعين عندكم في عيادة التغذية تكون بخصوص خسارة الوزن وبخصوص الحميات الغذائية كذلك. صحيح. فحابين نتعرف أكثر بداية عن الحميات الغذائية بشكل عام، وكذلك دورها في خسارة الوزن. أول شيء بالنسبة للحميات الغذائية بشكل عام،
يعني شو معناتها؟ معناتها أن مثلا كل ما يستهلك الشخص من مأكل أو شرب، نعم، هذا المشرب أو من مأكل أو مشرب، فهذا يعني النظام أو الحمية الغذائية تكون في محاولة الوصول إلى وزن معين أو المحافظة عليه. أو مثل ما اتطرقت حبيبتي بالنسبة لشخص مثلا عنده حمية غذائية يبغي مثلا لحاجات طبية، عنده مشاكل مرضية مثلا، أو لي مثلا حميات غذائية بمعتقدات دينية، أو مثلا مثل النباتيين يبغون مثلا حمية غذائية معينة، أو في النهاية يبغى لضبط الوزن أو نزول الوزن. صحيح. طبعا لها دور أكيد الحمية الغذائية. أول شيء بالدرجة الأولى المفروض دور الحمية الغذائية نزول الوزن، إنقاص الوزن لحماية بس مش مثلا شخص معين، لحماية الجسم بشكل عام من الأمراض. نعم. الحياة طويلة أكثر يعني، يعني بدون أمراض، وفي نفس الوقت زيادة الكميات كبيرة من الفيتامينات الصحية والمعادن والمواد الغذائية اللي ناخذها من نظام غذائي صحي، وتحقيق التوازن حتى بين الهرمونات، لأن صار الحين عند الناس لخبطة هرمونات وتجمع. صحيح. أسبابها كلها لها حميات غذائية مختلفة. وأيضا في الدرجة الأولى بعد حماية الناس، من دائما يقول هل هذه الحمية الغذائية تفيدني ولا لا من الأمراض السرطانية المنتشرة؟ طبعا تفيد، لأن كل ما كانت حمية غذائية معتمدة على مصادر طبيعية جيدة بتكون أكيد فيها مضادات أكسدة تحمي الجسم من الالتهابات والأمراض. صحيح. وهذا طبعا أي دور اختصاصي التغذية، طبعا استشارة اختصاصية التغذية أو اختصاص التغذية له أهمية كبيرة قبل ما نبتدي أي حمية غذائية، فحابينك تبينين هذا الموضوع أكثر أستاذ فاطمة. بالنسبة طبعا مشاركة المريض الاستشاري التغذية في مشكلة الأساسية مهم جدا، يعني غالب المرضى يفضل دائما يبيون العيادة يذكرون لنا كل شيء يخص حياتهم من ناحية النظام الغذائي اللي يتبعونه. نعم. احنا شوي نحصل صعوبة في ان نحصل يعني الشخص يوصل لنا للنظام الغذائي اللي يمشي عليه، غالب الأنظمة الغذائية تكون غير صحيحة اللي يذكروا لنا اياها. فأنت لأن كيف بنعرف أول شيء من اللي هو الفحوصات الدورية اللي تصير، فالمشاكل الطبية عند المريض كان عنده كوليسترول، عنده مثلا نقص مثل فقر الدم أو أي مشاكل لازم نخبرنا عنها عشان إحنا نقدر نعطيه نظام الغذائي الصحي. فهذا أكيد مهم جدا عشان إحنا نعرفه ونقدر نساعده في هذا الشيء. طبعا في غير هالأشياء، غير الأنظمة الغذائية اللي هو يحتاجها، بعد ننصحها دائما في ممارسة الرياضة وممارسة يعني اللي هو رفع معدلات الحرق. وغالب الناس الحين مثل ما قلنا أختي الحين في يعني مقبل عندنا رمضان. صحيح. في بعد مرحلة بعدنا مرحلة الكورونا، يعني بعد قلة الحركة موجودة عند الناس، غالب الناس اللي يونا قلة حركة عندهم. صحيح. أوقات الحجر موجودة، أوقات الحجر المنزلي، فتغير نظام حياتنا بالكامل. فإحنا ننصحهم في أنظمة بعد ثانية دخلناها يعني خلال هالسنتين السابقة، من ضمنها حمية الكيتو. نعم. حمية التايلو والفيليو وحمية اللي هو صيام متقطع. هاي لاحظنا عليها أن تنزل الأوزان، وفي نفس الوقت خاصة حمية الصوم المتقطع أو صيام الأثنين والخميس وايد فات أشخاص معينين عندنا، بالإضافة إلى الناس اللي هم عندهم مشاكل السكر، لأنها كانت تعتمد على صيام فترات معينة لمدة 8 ساعات في اليوم، ولمت يعني بس ناكل فيها خلال اليوم، أما الصيام يكون ما بين 12 ساعة للمبتدئين و16 ساعة اللي هم مستمرين. فلاحظنا وايد انخفاض في الوزن، ولاحظنا يعني حتى تحسن في قراءات السكر عند الأشخاص. ممتاز. حتى حمية الفيليو هاي بعد وايد مهمة، لأن هاي حمية الفيليو هاي اللي هو حمية الإنسان في العصر الحجري، لأن كانوا معتمدين على لقط البذور وال هو المكسرات والحبوب الكاملة والخضروات الفاكهة الطبيعية الموجودة، كمية بسيطة من البروتين أو البروتين. نعم. أعلى عن الدهون، واختيارهم للزيوت تكون زيوت زيت الزيتون وزيت الجوز. هاي بعد لاحظنا عليها أن نزلت الوزن، لأن الإنسان معتمد على اللي هو البروتين أعلى، فبالتالي يعني تعطيه الشبع أكثر.
والحمية الثانية لحمية الكيتو بعد هاي دخلناها لبعض الأشخاص. لأن هاي الحمية تعتمد على تناول كربوهيدرات، يعني هو يمتنع من الكربوهيدرات والأرز والمعكرون والذرة والبطاطس، ويركز فيها أكثر على اللي هو الدهون ومنخفضة وايد في الكربوهيدرات. وفي نفس الوقت يتناول فيها اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأسماك وبعض أنواع الأجبان المختلفة، بس تكون هاي الأجبان مختلفة بالنسبة إحنا نحدد لهم إياها. عشان بالأجبان بشكل عام تضاف لها بعض الكربوهيدرات. صحيح. وإضافة إلى الخضروات المنخفضة الكربوهيدرات مثل الخضروات الورقية السبانخ والجرجير. فهاي الحميات لاحظنا في بعض عند بعض الأشخاص أنها نزلت أوزان بشكل ممتاز، مع متابعة طبعا قراءات السكر وفحوصات الدوير اللي تصير لها. ممتاز. نذكر مستمعينا بموضوع فقرتنا لليوم اللي هي الفقرة التغذوية، اللي هو خسارة الوزن والحمية الغذائية المناسبة، والتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. ويانا الأستاذ فاطمة الخروصي اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي. أستاذ فاطمة، يانا سؤال من الرسائل النصية، وهو يقول: ما هو المقصود بالتغذية السريرية؟ التغذية السريرية مقصود فيها تغذية مستشفيات وعيادات، يعني السريرية عندما مثلا علاجية سريرية. إن أنا تخصصي في المستشفيات سابقا، ممكن تقريبا أكثر عن 22 سنة حاليا، ويكون جميع دخلت على العناية المركزة في المستشفيات على مرضى السكر في العيادات، يعني نتناول عيادات تخصصية ونتناول اللي هو الأقسام الموجودة في المستشفى كلها يعني. فهذا التخصص بعد ما أكون أنا أخصائية تغذية، أكون أخصائية تغذية سريرية اللي هي في المستشفى، يقصدون أسرة المستشفيات يعني في الأقسام. بس جميع التخصصات يعني، ما أنا يعني ما تخصصت بس أطفال، أنا أصلاً تخصصت أطفال في الفترة الأخيرة، لكن مريت على كل المستشفيات. ما شاء الله، نتمنى لك كل التوفيق. علاجية سريرية. نرجع لموضوعنا واللي هو خسارة الوزن والحمية الغذائية المناسبة. طبعاً أستاذة فاطمة طرقتي الأنواع الحميات الغذائية، فهل جميع الحميات الغذائية بتكون مناسبة للجميع؟ وشو هي المضاعفات السلبية اللي للشخص اللي بياخذ الحمية الخاطئة له؟ أيوة، هي الحمية الغذائية ما تكون طبعا كلها مناسبة للجميع. مثلا احنا نقول دائما الاستشارة مهمة، الفحوصات الدورية مهمة، لأن أنا مثلا خلال سنة أو 6 شهور أتبع نظام غذائي معين، هذا النظام الغذائي يمكن أتبعته بطريقة خاطئة. صحيح. وما فيها شيء إذا الشخص يعني استواله مثلا دروب في بعض الفيتامينات، استواله أي مشاكل معينة أثرت على فحوصات الدم، فنرجع نشيك على فحوصات الدم بعد 6 شهور أو 3 شهور نلاقي إن في مشكلة صارت له. خلال هاي المشكلة إحنا نغير النظام الغذائي لنظام ثاني. فالإنسان ما بيمشي على مدى حياته على نظام واحد، ممكن تتغير أنظمة الغذائية باختلاف المشاكل اللي تصير له. أما من الأشياء اللي هي اللي ممكن تأثر على أو مضاعفات تأثر على الشخص بسببها حميات خاطئة، بالدرجة الأولى يكون فقر الدم، لأن الإنسان فاهم موضوع إن أنا في حمية غذائية ما آكل بروتين أو ما آكل نشويات معينة أو ما آكل شيء معين، تستوي الدروب على طول فقر الدم عندي يكون ناقص. نعم. بعض الفيتامينات المعادن تبين في الفحوصات أنها نازلة. غالب الناس تسوي عندهم مشاكل واضطرابات في الهرمونات، لأن التأثر عندهم الهرمونات، ركزوا على شيء معين ونسوا أشياء معينة، وحد من الناس حتى تسوي لهم اكتئاب بدرجة ليش يعني نفس ما يقدر يتكلمش حتى. فإحنا أول شيء نفتص هذا الموضوع ونحاول يعني ندخل وياه من باب إن إحنا جايين نعدل الموضوع، فتلقينا لما ارتاح هنا هذا الساعة نقدر إحنا ناخذ ونعطيها. النسيان يصير عندهم عدم تركيز، لقينا اليوم بيصير شيء بعد ساعة أو بعد يوم تصير بقى نسيت شيء معين أنت خططت له. فإحنا اللي هو نقول متابعة دوري الأخصائي التغذية مهم جدا. الأشخاص من الناس عندهم عدم تركيز، خاصة الطلبة عندهم عدم تركيز في الدراسة، فالأم تشتكي إن هي ما تركز، فنعرف إن في أشياء معينة ناقصة عندها. والإرهاق والتعب المستمر اللي دائما مجرد تقول له سوي رياضة يقول لك لا أنا أتعب ما أقدر، لأنه يكون عنده
حمية غذائية خاطئة ماشي عليها هي اللي تسبب له الإرهاق والتعب المستمر. صحيح، وبهالطريقة حتى الشخص يعني أي حد ينصح بأي حمية غذائية أو ما يعني خلنا نأخذها بشكل عام مثل في عقدة من الحميات الغذائية في المستقبل أو من تصليح أو من اعتماد نظام غذائي صحي، لأنه بيتذكر الأشياء اللي كانت تصير له يوم كان متبع نظام غذائي خاطئ، خاصة الناس اللي تشكو حتى من آلام في الجسم. صحيح، مو كل الرياضات تناسبك. صحيح، أو الدكتور اللي يشوفه مثل دكتور العظام إذا عنده مشاكل في العظام، عنده مشاكل في العمود الفقري، في أشياء معينة نبتدي إياها بالتدريج، ما يكون فجائي مرة واحدة أنا أفرض عليك رياضة معينة فيها نقاش، يعني حتى الرياضة عشان يتبعها لازم نناقش فيها إذا هو قادر ولا لا، أو أنت حدد شو اللي تقدر عليه وإحنا نحدد لك المدة اللي تمشي عليها. صحيح، وما يكون مرة واحدة بالتدريج. ولي يعني يمكن خاصة بالأشياء الرياضية، يعني الواحد ما يقارن نفسه بالأشخاص الآخرين، يعني يمكن أنا قدرتي أني أمشي أو أسبح، ما بقارن نفسي بالناس اللي تجري مسافات طويلة أو الناس اللي يعني تمارس رياضات معينة، يعني من البداية الواحد ما بيكون بهالطريقة، فحساس الواحد ما يحبط نفسه من البداية، يعني يبتدي مثل ما نقول خطوة خطوة لما يتأقلم جسمه على هذا الشيء. صحيح، هو فعلا كلام صحيح، خاصة الناس اللي غالبية الناس مثلا الرياضيين المعتمدين على الرياضة من هم صغار. صحيح، فجأة تقولي له امشي، يقولك انا اصلا امشي بالساعات اسوي رياضات كثيرة، يعني فهذا ما تقدري تضغطين عليهم لا اصير اسوي لك مثلا السباحة، خلاص هو معتمد على رياضة معينة. بس في ناس مثلا كبار في السن، انا ما اقول له سير اركضي او سير يسوي رياضه يعني في النادي او سير يسوي ايروبيك، لا هي رياضه ممكن تمشي على رياضه خفيفه انتقلها مثلا رياضه معينه او اقسمها الرياضه. صحيح، مرتين ثلاث مرات في اليوم، ربع ساعه ربع ساعه ربع ساعه، بحيث انك توصل للمعدل الطبيعي. او انا اسالها شنو تقدرين عليه عشان انا اقدر اساعدك في المده اللي تقدرين تاخذينها، يعني لازم حتى في الرياضه تتحدد بناء على الشخص نفسه مدى استعداده ثم مارست هاي الرياضة. ممتاز أستاذة فاطمة، أنا سؤال خلال من خلال رسالة نصية، سؤال يقول ما مدى تأثير الشوفان في إنقاص الوزن؟ شوفي، هو الشوفان أكيد بيأثر في إنقاص الوزن، بس يعتمد هل هالشوفان من الشوفان اللي هو المصنع، مثل في حنا شوفان يضاف مثل كارنفليكس والجاهز والإضافة له كذا إضافة، يعني الشوفان اللي هو البيور بيساعد في أن أول شيء يرفع له من بعض الفيتامينات اللي عندنا، لأن أصلاً الشوفان فيه عدة فيتامينات، لأن فيه ألياف كثيرة، والألياف هاي بعد الموجودة في الشوفان تتبع، لكن يعتمد بعد على الكمية، يعني صحيح. أنا ما أخذ كميات كبيرة وأضيف لها مثلاً عسل سكر حليب كامل دسم، أنا كأنه رفعت معدلات السعرات الحرارية الموجودة فيها. ففي النهاية الشوفان أخذ الطبيعي البيور وعرف مصدره انه ما في اضافات، نعم، وفي نفس الوقت الكميه لازم تحدد قياس مثلا كوب واحد كانه تعتبر حصه واحده، هاي بضمن ثلاث ساعات ان انا اشبع بسبب الالياف الموجوده فيه. ممتاز. طبعا اضافات انا احددها، كميه السكر كميه العسل، يفضل قد ما اخذ كميات كبيره، كميات متوسطه تناسب الجميع. صحيح، الأستاذة فاطمة الخروصي اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة. طبعا موضوعنا اليوم جدا شيق، ويعني طرق المواضيع مهمة وتهم الجميع كذلك، بس الوقت داهمنا لهذه الفقرة، نشكر جزيل الشكر. العفو حبيبتي. شكرا مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص خسارة الوزن والحمية الغذائية المناسبة. نطلع فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. في فقرتنا الحين بنتكلم عن موضوع جدا مهم ويخص فئة مهمة جدا في مجتمعنا. بنتكلم اليوم عن أنيميا نقص حديد عند الأطفال. طبعا يعتبر نقص الحديد من المشاكل الصحية اللي قد يتعرض لها الأطفال وتأثر على نموهم،
كما يتسبب في إصابتهم فقر الدم، وهو الأمر اللي يتطلب الاهتمام وكذلك المتابعة الطبية لتفادي المضاعفات السلبية لنقص هذا العنصر عند الأطفال. وللحديث أكثر عن هالموضوع يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة ميسة صالح، اختصاصية طب الأطفال بمستشفى الجليل التخصصي للأطفال. صبحت الله بالخير دكتورة ميسة. صباح الخير، وصباح الخير على كل مستمعينا. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. أهلا بيك. أهلا بيك. طبعا دكتورة موضوعنا جدا مهم وخاصة أنه يتعلق بالأطفال، وطبعا الحديد يعني مثل ما نقول عنصر أساسي، فحابين نتكلم أكثر عن أهمية الحديد بالنسبة للأطفال. سؤالك حلو جدا. الحديد عنصر أساسي ليه؟ لأنه بيدخل في تكوين كرات الدم الحمراء في جسمنا. فكون إن إحنا بندخل في تكوين كرات الدم الحمراء، كرات الدم الحمراء هي الجزء اللي بيشيل الأكسجين لكل أجزاء في جسمنا، وبالتالي يساعد في إبراز الطاقة. تخيلي لو أنا عندي نقص الحديد، يبقى أنا عندي كرات الدم الحمراء مش بتتكون بالطريقة الصحيحة، فبالتالي حملها للأكسجين هيقل. صحيح. فخدي عندي كل المشاكل الصحية بتاعة نقص الأكسجين في جسمي، من إرهاق شديد، من مناعة أقل، من ضعف للشهية، ضعف للنمو زي ما حضرتك تفضلتي في الأول. فمعنى كده أن عنصر الحديد أساسي، من الأساسيات اللي موجودة ولازم تبقى موجودة عندنا بكمية في الوفيرة علشان كرة الدم الحمراء. في مقدار معين يحتاج الطفل من الحديد؟ سؤالك رائع. في طبعا، بس بيختلف على حسب العمر. نعم. يعني مثلا في الطفل الصغير احنا نحتاجش اكتر من مثلا تقريبا في حدود 8 ملي جرام. يكبر شويه بنحتاج حدود 11. يختلف ده امراه او رجل. البنات خاصة في فترة البلوغ والحيض بتحتاج كميات من الحديد أكتر، توصل مثلا في حدود 15 ميلي جرام في اليوم. لو أنا ما حصلتش على الكمية دي، معنى كده أن أنا هبتدي أخد المخزون اللي موجود عندي ويبتدي يقل الحديد، وبالتالي أدخل في الإصابة بالأنيميا. صحيح. دكتورة طبعا حابين نتأكد أكثر كذلك من إذا كانت في فئات من الأطفال تكون معرضة لنقص الحديد أكثر من غيرها. أيوة، في كتير جدا من الأطفال خاصة اللي هم بيتولدوا قبل الموعد. نعم. وفي ده جزء طبعا مهم احنا دلوقتي حريصين عليه، علشان كده منظمة الصحة العالمية والأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريك نصحت ان الاطفال اللي هم مولودين قبل ميعادهم يبداوا في انهم ياخدوا الحديد من اول اسبوع في الولاده، علشان يقدروا يحافظوا على كميه الحديد، لان هم ما يقدروش ياخدوها بالكميات الوفيره. الاطفال اللي هم بياخدوا الحليب اللي مش فيه اي عنصر حديدي، يعني مش مدعم، او بياكلوا المأكولات، وارجع تاني لمأكولات الجنك فود اللي ما فيهاش كميات الحديد الوفيه، بيعتمد على السكريات أكتر والحاجات دي، فبالتالي مش هيقدروا ياخدوا، لأن الحديد ده موجود في الغذاء فقط. في بعض الأطفال اللي هم معتمدين على الرضاعة الطبيعية بعد سن 6 شهور، صح أن كمية الحليب بتكفيهم، والأم بتبقى مستسهلة وما بتبتديش تديلهم العناصر الغذائية اللي بتمدهم في الحديد. دول أكتر أطفال معرضين هم الأطفال العاديين بتوعنا، يعني مش مثلا مرضى فيحتاجوا كميات حديد أكتر. طبعا في بعض الأمراض مثلا نقص الامتصاص الغذائي لو حد مصاب به وهكذا، ولكن خلينا نقول أن الطفل السليم نفسه معرض أنه هو يكون عنده نقص حديد. صحيح. دكتورة طبعا اتعرفنا على أهمية الحديد واحتياجات الطفل كذلك من الحديد، فحابين نتعرف أكثر على أعراض نقص الحديد لدى الأطفال، خاصة يعني الطفل يمكن ما يوصف لك الشيء اللي يحسه، فيعني هذا السؤال بيكون مهم أو إجابة السؤال مهمة خاصة لأولياء الأمور اللي عندهم أطفال صغار. فكيف يتعرف الواحد أن الطفل عنده نقص في الحديد؟ هيحس في الأول أن الطفل مش نشيط، عنده إرهاق دائم،
ما بيلعبش مدة طويلة مع زمايله في يمارس الرياضة، دايما شاعر بأنه هو عنده وهن وضعف، الشهية بتاعته بتضعف. حضرتك معي صح؟ نعم نعم دكتور. الشهية بتاعته بتبقى أضعف، نموه ما بينموش كما يجب. أنت متخيلة أنه هو اللي داخل في عنصر الكرات الدم الحمراء عندي. الطفل اللي مرهق ودايما نايمان، فبالتالي تركيزه في المدرسة بيقل. بيبقى عنده حالات عدوى مستمرة، ويبقى في سؤال ليه أنا دايما ابني مريض، وليه دايما يجيله البرد المستمر أو الأمراض، وخاصة إحنا في جائحة الكوفيد. مثلا برودة في الإيدين والقدمين، وأهم حاجة اللي بيلاحظها دايما الأهالي الشحوب. صحيح. دايما بيبقى في الشحوب، يمكن ده السبب اللي يعني كل الأسباب اللي بتشوفيها اللي أنا قلتها أو الأشكال اللي أنا قلتها ما بتخليش الأهل ياخدوا بالهم إلا لما بيبصوا ويلاقوا إن الطفل عندهم لونه شاحب أو باهت تقريبا، أو مثل ما نقولها باهت أو لونه يعني بالضبط صح. ومعظمهم يجينا أن الطفل باهت لونه أو الطفل مصفر شوي لونه، يعني معظم الأهالي هذه النقطة اللي نفس ما ذكرتيها دكتورة صحيح، يمكن ما يلاحظ الأعراض الثانية قد ما يلاحظ نسبة يعني جلده متغير لونه أو باهت اللون فيه. عشان كده أنا قلتها آخر حاجة، لأن أنا عايزاهم من الأول ياخدوا بالهم ليه طفلي مش نشيط. صحيح. يعني نبتدي من البدري عشان يوصل لدرجة البهوت، معنى كده ان احنا وصلنا لدرجة الانيميا. ودايما بيبقى فيه كلمة الهوى، هو ابني مصفر، هو مش صفار، هو بهتان. صحيح. ان الصفار ده معناها قصة تانية، ودخلنا في قصة تانية. ساعات الطفل يبقى عنده ميول انه ياكل حاجات مش غذائية، تلاقيه عايز ياكل مثلا تراب طلاء حاجات، بس دي طبعا في الانيميا الشديدة. صحيح دكتورة. طبعا مثل ما نقول دائما الوقاية خير من العلاج، فكيف تكون الوقاية من نقص الحديد وخاصة عند الأطفال نفسهم؟ صح. زي ما أنا قلت قبل كده حضرتك، إن الأكاديمية الأمريكية للأطفال أنصحت الأطفال في سن المبتسر أو الطفل المولود قبل موعده إنه ياخد مخمل حديدي عن طريق النقاط، نعم، إلى جانب الرضاعة الطبيعية. بعد سن الست شهور وخاصة في الرضاعة الطبيعية، وأنا طبعا من محبذين الرضاعة الطبيعية وما بتكلمش على الصناعي نهائي، بس الأم اللي بترضع طبيعي هي نفسها لازم نهتم بيها بأن يكون عندها كمية كويسة من الحديد، يعني أهتم بتغذية الأم. الحاجة الثانية، بعد سن الست شهور تبدأ الأم في إعطاء الطفل الحاجات اللي فيها حديد، مثلا السيريالز اللي هو مدعم، دلوقتي معظم الحاجات بقت مدعمة. صحيح. اللحوم الحمراء، الدواجن فيها، بس البقوليات فيها نسب جيدة جدا من الحديد، ونستمر في ان احنا نغذي طفلنا بالأغذية السليمة. لو حسيت في اي وقت ان طفلي عنده المشاكل اللي احنا قلناها، نتجه للطبيب ونعمل تحليل الدم ونتأكد إن كان سليم أو في نقص من الحديد، لأنه ممكن يحتاج إنه ياخد supplementation أو جرعة من الحديد كنقط أو حقاو شراب. نعم. طبعا دكتورة، معظم الحالات يمكن تقول لك أن الطفل مرات ما يتقبل نوع الحديد أو ما يتقبل الحديد. بصي، دلوقتي في انواع كتير قوي في الماركت للحديد، ما بقاش الادويه اللي هي ذات الطعم اللي مش جيد. صحيح. بقى في انواع كتير وبقى الامتصاص بتاعها اسرع واحسن، فاعتقد ان احنا دلوقتي ابتدينا نتغلب عليها، وقليلا جدا لما بلاقي الام بتشتكي من القصه دي. حاجه ثانيه عايزه اضيفها، نعم، ان فيتامين سي بيحسن ابراز وامتصاص الحديد. يعني احنا عارفين مثلا الاكلات الورقيه فيها حديد. صحيح. ولكن بدون ما احط عليها فيتامين سي ما بتظهرش وما بتمتصش بالطريقه الجيده. يعني الى جانب ان انا ادي طفلي الغذاء اللي فيه حديد، لازم ادي كمان معاه الغذاء اللي فيه فيتامين سي، ودي نقطه مهمه جدا. صحيح. يعني انا دايما انا دايما اقول للامهات بليز الطبق بتاعي بيكون فيه كل العناصر الغذائيه، واشكله بالالوان، يعني البرتقال اللي هو الأصفر، الخضروات الخضراء، وهكذا، بحيث ان هو الطفل يبقى منجذب للطبق وفيه العناصر الغذائية اللي هو عايزها. وكذلك دكتورة يحب الأكلات اللي يعني الصحية.
صح يتعود يحبه، خاصة لأن الطفل تشد الألوان يعني بشكل كبير، فهذا الشيء يعني ما فقط بيقي من نقص الحديد بس بتنمي يعني طابع جميل في الطفل كذلك، أن من البداية هو صغير يحب الأشياء اللي تكون أو الأكلات الصحية. بالضبط، تمام جدا، صحيح. ومثل ما نقول يعني الفيتامين سي إضافة لهذه الأكلات، نحن ما بقصدنا الفيتامين سي كفيتامين سي بس، الأكلات اللي تحتوي على الفيتامين سي مثل الليمون أو عصير أو البرتقال أو يعني هذه الأشياء اللي بتزيد وبتدعم وبتزيد من امتصاص الحديد، يعني نحن ما بعد نبقي بس ياكل حديد، نبقي نسبة الامتصاص تكون كبيرة للحديد خاصة اللي يأخذه الطفل. عشان كده بقول للأم مثلا السبانخ أعصري عليها ليمون، البقوليات زي الفول أعصري عليها ليمون، يعني الأكلات اللي هي زي ما تقولي احنا مزبطينها بالطريقة الصحيحة هي دي اللي بتخلي الطفل ياخد حديد وياخد فيتامين سي ويمتص الحديد بالطريقة الجيدة. صحيح دكتورة. طبعا نحن طرقنا الموضوع الأعراض اللي الأهل إذا انتبهوا لها يعني هذه تدل على نقص الحديد، بس هذه الفترة اللي يقدر الأهل أنهم يفحصون الطفل عساس يتأكدون من مدى نقص الحديد، أو في حالات معينة كذلك أخرى يعني الأهل يفضل أنهم يفحصون أطفالهم عشان يتأكدون من الحديد؟ سؤالك رائع صراحة. بصي، هو طبعا احنا بنفضل او خلينا نقول ان الامريكان اكاديمي اوف بيدياتري اللي هي الاكاديميه الامريكيه للبيدياتريك وكل المنظمات العالميه نصحت ان الطفل يتعمل له فحص لصوره الدم، لان هي دي اللي تقدر تقول لي كميه الانيميا لو في او لا. صحيح. عند سن من 9 ل 12 شهر، فدي البدايات بتاعت مراحل العمرية للطفل، وبعد كده حسب ما بنشوف الطفل محتاج ان هو نعمله له مثلا كل سنتين او لا، او لو ظهرت الاعراض. لو ظهرت الاعراض من اول الارهاق لازم اعرف، لو انا طفلي حيوي جدا وبجأة لقيته في عنده ارهاق ميال للنوم مش عايز يلعب زي الاول، لازم احط في دماغي ان انا اشوفه من بدري، اقوم ابتدي اعالجه بالطريقة الصحيحة وما ادخلش في العوارض الجانبية بتاعت نقص الحديد زي الامراض المعدية واستمرارها. لازم الام نفسها دايما السؤال دايما المشكلة ليه ابني حاسة انه مناعته قليلة، هي مش مناعته قليلة، هي تغذية بتاعته مش جيدة. صحيح. وعنده مشاكل زي نقص الحديد وغيرها من المشاكل والعناصر الغذائية الهامة. صحيح، وهذه نقطة كذلك جدا مهمة دكتورة ذكرتيها، لأن هذا بطريقة غير مباشرة يعني ما بالأعراض طالع عليه، أعراض أن مناعته نازلة فهو يتعرض أكثر مثل ما نقولها الانفكشن أو العدوى بشكل أكبر. دكتورة، حابين تعطين نصيحة أو شو هي النصيحة اللي توجهينها للوالدين في هذا المجال؟ نختم بهذا السؤال فقرتنا. المهمة عندي جدا التغذية الصحيحة. نعم. إذا إحنا مشينا بالهيلثي لايف ستايل من تغذية صحيحة ورياضة صحيحة واهتميت بطفلي من العناصر الغذائية واديتها له بالطرق الصحيحة، أنا عملت وقاية لطفلي من أي مشاكل صحية أو نقص في الأملاح والفيتامينات. صحيح. فأهم حاجة التغذية الصحيحة من أول عمر الطفل ما يبدأ بالزيرو، حتى من الأم وهي حامل، لأن ده أهم وقت الأم هي بتدي لطفلها كل العناصر الغذائية. صحيح. نشكرك دكتورة ميس الصالح، اختصاصية طب الأطفال بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. شكرا لك لطرحك المتميز صراحة في هذا الموضوع المهم اللي هو أنيميا نقص الحديد عند الأطفال. نشكرك دكتورة ميسة. شكرا. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا الأخيرة في البرنامج، تحدثنا عن أنيميا نقص الحديد عند الأطفال. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، في التنسيق إسراء الهاشمي، وفي الإخراج نمر محمد، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.